بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الرابع من كتاب تاريخ مصر القديمة لنيكولا جريمال، عنوان الفن التشكيلي المصري. كان الفن انعكاسا أمينا لتطور المجتمع، فعبر 500 سنة التي تفصل بين جسر والملكة نيت إكريت، يمكن للمرء أن يتابع كيف استحوذ الموظفون على بعض ملامح التصوير وأنماطه التي كانت وقفا في البداية على الملوك وأفراد العائلة المالكة. إنها المرحلة الأولى من انزلاق وئيد لا يمكن اعتباره إشاعة للديمقراطية، وإنما هو بالأحرى تضخم تدريجي للقيم السياسية. ويمكن تفسير هذا الانتقال عن طريق نفس الآليات التي انتهت إلى الملكية بكسر الميم. إن ما يلزم من وسائل لإبداع عمل فني تتجاوز حدود إمكانيات الفرد العادي، فهل في وسعنا أن نتصور أن عينا من أعيان الدولة القديمة على الأقل، مهما بلغ من سلطان في استطاعته أن ينظم لحسابه الخاص حملة إلى المحاجر لاقتلاع الأشجار ونحت التابوت الحجري ودعامات الأبواب والتماثيل اللازمة لمقبرته؟ هذا سؤال، فتلك هي وظيفة الدولة، فلقد كان نحت التماثيل وحفر النقوش يتم في الورش التابعة للسلطة المركزية. فالفن إذن هو عمل موظفين. هذا المبدأ الذي ينهض على أساسه الفن يستبعد أي أبحاث غير نفعية، ويصبح الفن للفن شيئا لا وجود له. وسواء كانت الصورة على هيئة نحت بارز في استدارة أو رسم أو نقش، فإنها تخدم أحد هدفين: هدفا سياسيا دينيا أو هدفا جنائزيا. أما الأول فمقصور على الملك فقط، في حين أخذ الأفراد يستحوذون تدريجيا على الثاني، ومن ثم غلب على الأفراد نزوعهم إلى الأخذ بالأسلوب الذي ارتضاه الملك لأنفسهم، مع إغفال السمات التي يستحيل نقلها. إن أطر التصاوير أطر محددة، فهي تنسج إبداعاتها سواء كانت عن فرد أم وظيفة بأكبر قدر من المصارحة. وغالبا ما ينصرف هذا الإبداع إلى نماذج نمطية، ولكن بين الحين والحين يظهر توافق مذهل وعجيب بين الواقعية على الطريقة المصرية وما يجيش في نفس الفنان من مشاعر. فالاهتمام بنقل حقيقة الواقع بكل تفاصيله قد خنق عند الفنان كل نزعة ذاتية. وتأكيدا لذلك، فقد لجأ المصري في كتابته أو نقشه أو رسمه تجنبا للوقوع في أشراك الإبصار إلى تقسيم الكائنات أو الأشياء التي يصورها إلى أكثر عناصرها المميزة. وهذا المبدأ القائم على المزج بين أكثر من رؤية للموضوع الواحد يقودنا إلى نتائج طريفة وغريبة أحيانا. ويتمحور هذا المبدأ حول الفكرة القائلة بأن التعرف على كل عنصر من عناصر جسم الإنسان على سبيل المثال هو أمر ممكن دون لبس أو مواراة. فأسهل وسائل التعرف على العين مثلا هو تصويرها من الأمام، شأنها شأن الأذن والذقن وجمجمة الرأس والكتفان واليدان أيضا يصوران من الأمام، والذراعان من الجانب والوسط من 3/4. ومن ثم يعاني الجسم من التواءات عجيبة تدعو إلى الحيرة وهلة لأول وهلة. وإضافة إلى ذلك، لم يستخدم المصريون قواعد المنظور، علما بأن بعض التصاوير رغم افتقارها إلى المهارة والضربة تشهد بأنهم كانوا على دراية بها. فتصور صفوف فرق الجيش المتقدمة كل على حدة مع توضيح الفراغات بين صف وآخر. كما صور الفنان المصري منظرين معاصرين بأن رتبهما في صفين يعلو الآخر، ويصور منزلا أو حديقة من زاويتين معا كواجهة وكرسم تخطيطي. وإن أدى الأمر إلى أن يثني على جوانب المنظر جزءا من جدار أو أشجار بمحاذاة مجرى مائي،
ولا يختلف الأمر بالنسبة لفن النحت، فالغرض منه إعداد جسد يمكن الإقامة فيه إقامة أبدية، ومن ثم ضرورة أن يكون أقرب ما يكون إلى الكمال. وهذا لا يعني أن يتجنب الفنان بالضرورة إظهار أي عاهة بدنية، وفي معظم الأحوال يكون تشكيل الجسد أقرب إلى الوضع المثالي من وجه الشخص الذي يحمل بالضرورة ملامح فردية. وينطبق نفس الشيء على أوضاع الجسم التي تشير إلى وظيفة أو إلى حالة، وهي بالتالي أوضاع نمطية ومقبولة. ويترك الإنتاج الفني في جملته انطباعا بالتماثل والتشابه مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل، مع قدر قليل جدا من التنويع في الأسلوب، بحيث يتعذر تمييز شخصية الفنانين الذين أبدعوا هذه الروائع وهم على كل حال لم يسعوا إلى التفرد من خلال أعمالهم. إنهم فنانون مجهولون لم يسعوا إلى عكس ذلك، وكان إبداعهم إبداعا جماعيا، وحافظوا على هذه القاعدة على امتداد الجماعة المصرية سواء في الفنون التشكيلية أم في الأدب. فالفرد يذوب دائما في الجماعة البشرية على مستوى الكون وينصهر فيها. عنوان: فن دحت التماثيل. إن المشاهد التي تزين جدران المصاطب قد أماطت اللثام عن الأساليب الفنية التي استخدمها المثال المصري في مجال فن النحت، كما ندين بالكثير من معلوماتنا إلى الورشة التي اكتشفها جورج ريزنر ضمن المجموعة الجنائزية للملك من كاورا، حيث عثر على العديد من التماثيل في مراحل مختلفة من التنفيذ الفني، من مجرد مشروع إلى أعمال اكتملت تماما أو كادت. وهكذا يمكننا أن نتصور مختلف المراحل التنفيذية للإبداع الفني وما يستخدمه من وسائل. لقد اختلفت التقنية التي استخدمها المصري لاقتلاع كتل الحجر من المحاجر مع اختلاف صلابة الحجر، فكان يعالج أكثر الأحجار ليونة معالجة مباشرة بواسطة الأزميل، أما الصخور الصلبة فكان يعتمد في معالجتها على الأسافين الخشبية، فتعد ثقوب تحشر فيها رويدا رويدا أسافين خشبية بعد بلها حتى يتشقق الحجر وفق خطوط منتظمة، وبعد اقتلاع كتلة الحجر يجري تهذيبها قبل نقلها إلى الورشة. وكمرحلة أولى يتم تشكيل كتلة الحجر لتحديد الإطار العام لما سيصبح تمثالاً، وبعد ذلك وبالتدريج تتحدد ملامح التمثال العامة ولا سيما ملامح الرأس، ثم توضع بعض اللمسات الدقيقة في بطء وتؤدى حتى يرى النموذج النهائي النور. ثم يركز الفنان على إبراز الذراعين والساقين عن الجسد بتوضيح كل التفاصيل، ثم يثقل التمثال ثقلا نهائيا. أما الأدوات التي يستخدمها الفنانون فهي في أساسها أدوات حجرية، وتضم هذه الأدوات بريمة من الزران ومثقلة ومثقلة ومثقابا وعجينة للحك والصقل ومطرقة وإزميلا، وفي النادر القليل تستخدم المناشير النحاسية. وإذا صنعت التماثيل من الحجر الجيري أو من الحجر الرملي تم تلوينها في الأغلب، ولكنها قد تصنع من السيانيت أي من الحجر الأسواني أو الكوارتزيت أو الشست. أما الألباستر فيستخدم عادة في صناعة الأواني ويندر استخدامه في صناعة التماثيل، كما ظهرت أيضا التماثيل الخشبية التي ستلاقي رواجا واسعا في وقت لاحق. وانتشرت أيضا التماثيل المصنوعة من النحاس، وأشهرها تمثال بيبي الأول وميرين رع المحفوظان في المتحف المصري بالقاهرة. وتحدد وظيفة صاحب التمثال وهيئته ووقفته، ومنذ أقدم الأزمنة يمثل الملك جالسا على عرش ضخم مكعب الشكل، إزدان جانباه بعناصر زخرفية متداخلة ومتشابكة أطلق عليها اسم سيماتاوي،
وتمثل الشعار النباتي للوجهين القبلي والبحري وتربطهما قصبة هوائية. ويرتدي الملك النقبة شنتيت، ويضع فوق رأسه شارات السلطة، التيجان أو غطاء الرأس نيمس واللحية المستعارة، ويظهر الملك عادة بمفرده، وإذا كان في صحبة زوجته فإنها تجلس عند قدميه على غرار حوتب حرس الثانية الجالسة عند قدمي جيدف راع في بقايا تمثال اللوفر الذي عثر عليه في أبو رواش. أما تماثيل المجموعات فهي أكثر ندرة، ومن الأمثلة المعروفة مجموعات من كاورع في صحبة زوجته، أو التماثيل الثلاثية التي عثر عليها في الجيزة. ونلاحظ تطورا في هيئة التماثيل وأوضاعها في أعقاب الأسرة الرابعة. فهل يعود ذلك إلى الروابط الجديدة التي قامت بين الأيديولوجية الثيوقراطية وواقع السلطة السياسية؟ هذا سؤال، ونخشى أن نكون مبالغين في الأمر إذا جاء ردنا بالإيجاب. ومع ذلك فمن الملاحظ أنه قد بات في الإمكان تصوير الملك أثناء ممارسته الشعائر. فمن مقتنيات متحف بروكلين تمثال من الشيست لبيبي الأول جاثيا على ركبتيه وجالسا على عقبيه وهو يقدم إنائي نبيذ. ومن التجديدات الأخرى التي أدخلتها الأسرة السادسة التماثيل التي تصور الملك في طفولته. نذكر على سبيل المثال تمثال بيبي الثاني المصنوع من الألاباستر، وهو من مقتنيات متحف القاهرة، وربما كان اعتلاء بيبي الثاني عرش البلاد في طفولته من الأسباب الكامنة وراء هذا الابتكار الذي يعبر عن تكيف الأسلوب الفني مع الواقع السياسي. ونضرب مثلا على ذلك بالمجموعات التي يحتفظ متحف بروكلين بأحد أمثلتها، والتي تصور بيبي الثاني جالسا على ركبتي والدته، وقد صنعت هذه المجموعة من الألاباستر أيضا لارتباط موضوعها بطفولة الملك ومرحلة الرضاعة التي يوحي بها لون الألاباستر المائل إلى البياض اللبني. إن الجمع بين عنخ إنس ميريرا الثانية وابنها الذي صور بملامح أقرب إلى ملامح الملك البالغ ولكن في حجم صغير منه إلى الطفولة لدليل على انتقال سلطة بيبي الأول إلى خلفه من خلال وصايا الملكة الأم. وتلتقي أوضاع الأشخاص الجديدة ولا سيما تلك التي تصور الروابط العائلية مع المواضيع التي سبق أن عالجها فن النحت الخاص بالأفراد. وفي حين أخذ النحت يحاكي الأوضاع الملكية الرسمية إلا أنه ظل يتناول مواضيعه الخاصة. وفي أعقاب الأسرة الرابعة تطور أيضا فن نحت تماثيل الأفراد، فقد تخلف أسلوب النحت عن حد الكمال الذي نشاهده في مجموعة رع حتب ونفرت أو في تمثال حمئيون. لقد كان عدد تماثيل المدنيين في الماضي أكبر من عدد تماثيل الملوك، وزاد عددها في ظل الأسرتين الخامسة والسادسة، كما مالت إلى التخلي عن القواعد الكلاسيكية دون أن يكون ذلك على حساب نوعيتها. ومن الأمثلة على ذلك تمثال الكاتب المصري الشهير باللوفر، كما لم تتخلى تلك التماثيل عن الأوضاع التقليدية كالأشخاص الوقوف أو الجلوس، وقد صوروا بشارات وظائفهم أو المجموعات العائلية إلى آخره، بيد أنها تميزت بأسلوب فني متحرر واهتمام متزايد بنفس الواقعية التي ظهرت بها التماثيل الملكية المعاصرة. إن رقة الإحساس التي يمكن ملاحظتها من ذي الأسرة الخامسة أخذت تنتشر وترتقي في أعمال الأسرة السادسة بفضل التعمق في أسلوبها الواقعي. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال تمثال القزم سينب أو تمثال نيعان خراع الجميل، وإضافة إلى التماثيل المصنوعة من الحجر ظهر مع الأسرة الرابعة
أسلوب تقليدي لصناعة تماثيل من خشب كانت أعظم وأروع ما خلفته فنون الدولة القديمة، ونذكر على سبيل المثال تمثال قاع عبر الذي يبدو وكأنه على وشك أن ينطق، حتى أن عمال أوجست ماريت الذين اكتشفوه أثناء تنظيف مصطبته في سكارة أطلقوا عليه اسم شيخ البلد لشدة ما بينه وبين عمدة قريتهم من شبه. كما نشير إلى مجموعة متحف اللوفر المكونة من موظف من مدينة منف وزوجته، ومهد هذا الأسلوب الطريق أمام ما يعرف اصطلاحا بالنماذج، وهو شكل فني جديد انتشر خلال الفترة الانتقالية الأولى ويجسد مشاهد النقوش، وكانت أمثلتها الأولى المصنوعة من الصلصال أو الحجر الملون تسحر الألباب من شدة واقعيتها. إن طرائق تنفيذ النقوش والرسومات شبيهة بما يتبع بالنسبة لنحت التماثيل. يبدأ العمل بوضع التصاوير على سطوح الحجر الجيري الأملس الذي يكون جدار المقبرة، وبعد تسويتها بالحك والكحت يتم صقلها، ويتولى فريق أول تقسيم الجدار إلى مربعات صغيرة. تسهيلا لرسم المشاهد المطلوب تصويرها، وتخطى الرسومات حتى أدق تفاصيلها دون إغفال المتون الهيروغليفية المصاحبة لها. ثم يبدأ العمل في أعمال النقش بمعنى الكلمة، ويتم تأجيل العمل في مواضيع المشاهد، ويبدأ إزالة الخلفية كلها وتسويتها. وقد نحى هذا الأسلوب منذ عهد خوفو منحى منطقيا، فبدلا من إزالة الخلفية ينحصر العمل في أحاطة كل موضوع يحز يصل إلى العمق الكافي للإيحاء بالنقش الغائر، ويستخدم أسلوب الحز لتثبيت كافة تفاصيل المواضيع وخلفيتها. ويعني النقش الغائر الحقيقي الحفر داخل إطار ثم إزالته، وهو لا يستخدم من الناحية العملية إلا للمدونات الهيروغليفية سواء على سطوح العمائر أو التماثيل أو اللوحات الحجرية. وبتغيير أسلوب تشييد المقبرة ظهر أسلوب جديد في النقش، فالمقابر الصخرية غيرت من طبيعة الجدران التي تحمل التصاوير، فلابد إذن من مراعاة عدم انتظام سطح المادة المحلية وخشونته على عكس الحجر الجيري الأملس. ومن هنا نشأت ضرورة تسوية الجدران بالجص أو بكل بساطة بطلاء من المونة المكونة من صلصال مخلوط بالقش أو الرمل. لا يزال الفخراني أو البناء يستخدمانها حتى الوقت الراهن، ويتم الرسم على هذا الطلاء مباشرة بالألوان المائية باللون الأسود الحيواني أو المغرة الحمراء أو الصفراء، ومعدن الأزوريت والملاخيت المخلوط أو المسحوق بالنسبة للون الأزرق أو الأخضر. وتضم المواضيع التي تصور على الجدران شتى المشاهد المستوحاة من الحياة على الأرض أو موكب المتوفى الجنائزي. الفصل الخامس، العقائد الجنائزية من كوم التراب والحجر إلى المصطبة. لقد سحرت الأهرام منذ تشييدها الباب كل من شاهدها، كما أنها أصدق تعبير على عظمة الدولة القديمة. وظل خوفو في نظر من خلفه من أجيال الملك الذي توصل إلى تطوير هذا النمط من المقابر الذي ابتدعه الملك جسر، فبلغ به حد الكمال مستهلا تحولا جذريا في تطور عمارة المقبرة الملكية. إن القسم العلوي من مقابر أبيدوس وسقارة الذي شيد فوق سطح الأرض قد اتخذ خلال العصر الصيني شكلا مستطيلا يشبه مقعدا من الحجر، ولذا أطلق عليه عمال أوجست ماريت المصطبة. وظلت المصطبة هي الشكل الشائع للمقبرة للدفانات غير الملكية على امتداد الدولة القديمة في منطقة منف وفيما بعد غربي وادي النيل، ويرجح أن المصطبة تحاكي المسكن الدنيوي للمتوفي أو تحتفظ على الأقل بشكله الخارجي. ومع بداية العصر الصيني اتخذت المصطبة شكل كتلة ليس بداخلها بالضرورة حجرات مخصصة للهياكل أو المخازن، وتحد هذه الكتلة جدران من الطوب لها دعامات ودخلات توحي بما يشبه واجهة قصر ذات منظور زائف.
وتحاط هذه المباني بسور أو سورين لتحديد الأرض المخصصة للمتوفي. وظهر هذا الشكل المعماري نتيجة لتطور كومة التراب والحجر التي ظهرت في عصر ما قبل الأصولات، والتي كادت تغطي الحفرة المسجى فيها المتوفي. ويمكن القول أن فكرة هذه الكومة ترتبط بفكرة الأكمة الأولية التي ظهرت فوقها الشمس، الإله الخالق حسب رواية علماء اللاهوت فيه اليوبلس، وتتكون أصلا من رمال تحاصرها كتل حجر أو إطار خشبي. ويركض المتوفي أسفل الكومة في حفرة بيضاوية أو مستطيلة تطور شكلها خلال عصور ما قبل التاريخ. وإن ظل المبدأ الذي نهضت على أساسه واحدا دون تغيير، فهي المكان الذي يجمع بين صاحب المقبرة ومختلف الوسائل التي وضعت تحت تصرفه لبلوغ العالم الآخر والإقامة فيه. ويسجى الجثمان في المعتاد على جنبه في وضع انثناء فوق حصيرة من الغاب في بعض الأحوال، وقد يلف بكفن، وتوضع في الحجرة الجنائزية بعض مقتنياته الخاصة وأوان مختلفة القيمة والأهمية تكون نواة الأثاث، بالإضافة إلى استخدامها كماعون توضع فيه التقديمات الغذائية التي يحتاج إليها المتوفي. كل ذلك يشكل الحد الأدنى اللازم للمتوفي، ويمكن أن يضاف إليه حسب العصر وحسب ثراء صاحب المقبرة أوان حجرية وكميات متنوعة من المؤن. كانت المواد الغذائية توضع في جرار، أما المقتنيات النفيسة من أسلحة وسكاكين وسهام زرانية على وجه التحديد وحلي وألعاب التسلية فكانت توضع في صناديق. وخلال الأسرتين الأولى والثانية تطورت البنية العلوية للمصطبة، كما تطورت بنيتها السلفية السفلية تطورا ملحوظا. وظهر إلى الوجود نمط المصطبة الكلاسيكي كمحور للشعائر وكتجسيد للمسكن الدنيوي، حيث تتعدد أساليب العيش وتتنوع إلى جانب الرموز التي تؤمن استمرار الحياة في الآخرة. ومن المكان الذي كانت تقام فيه الشعائر بقى لنا موضع النصب الحجري الذي يخلد اسم المتوفي اعتبارا من ملوك العصر الثيني، واقتبس كبار الموظفين منذ وقت مبكر الممارسات التي كانت وقفا في بادئ الأمر على حاكم البلاد وحده. وفقا للنموذج الكلاسيكي الذي عرفناه لتونا، فما كان يعتبر امتيازا وموقوفا على الملك أخذ يتسرب بالتدريج عبر مراحل متعاقبة إلى الأفراد العاديين، وذلك بعد استبعاد رموز الملكية وخصائصها وشارتها، وجنبا إلى جنب مع تطور النصب الحجرية جنحت مدوناتها في الإطناب والاسترسال فيما تسجله، فأصبحت لا تقتصر على ذكر اسم صاحب المقبرة، بل تقدم أوصافا دقيقة عن التقدمات التي ينتظر توفيرها للمتوفي. يحدد هذا التصوير نقطة الانتقال من مملكة الموتى إلى مملكة الأحياء، ويحدد من الناحية النظرية مكان وضع التقدمات كما كان يحدث في العصور الأولى. أما من الناحية الفعلية فقد تداخل ما يطلق عليه اصطلاحا الباب الوهمي، واندمج فيه الباب الوهمي تصوير على أساس منظور زائف من نمط واجهة القصر يعلوه حصيرة مطوية، وجاء نتيجة تطور المشكاة، وهي عبارة عن تجويف في البناء العلوي لأولى المصاطب وأقدمها. وكان الباب الوهمي يسمح على ما يفترض لطاقة المتوفي أو ما أطلق عليه ك المتوفي بالولوج إلى العالم الحسي ليستخلص منه ما يلزمه من غذاء ضمانا لاستمرار حياته في العالم الآخر. العناصر اللازمة لاستمرار الحياة في العالم الآخر، هذا عنوان. يتكون كل فرد في حقيقة الأمر من عناصر خمسة: الظل، وهو القرين اللامادي لكل شكل من الأشكال التي يمر بها الفرد على امتداد حياته، والأخ والكا والبا، وأخيرا الاسم. والأخ ذو أصول شمسية، وهو العنصر النوراني الذي يفتح الطريق أمام المتوفي لبلوغ عالم النجوم عند انتقاله إلى العالم الآخر. إنه المظهر الذي تتخذه قوة الآلهة أو المتوفي، وهو
روحهم، أما القافة فهو القوى الحيوية الكامنة في كل فرد ويتكاثر حسب قوة صاحبها. فللإله رعى على سبيل المثال 14 كاو، والغذاء أمر ضروري له للحفاظ على فاعليته، وإذا تم تجهيز الجسد تجهيزا ملائما فإنه يقهر الموت، فإن القاه هو الذي يعاونه ليحيا حياة جديدة شبيهة بتلك التي عاشها في الدنيا. ويعتمد القاه في وجوده على ركيزة مادية كما يحتاج إلى الغذاء. ولهذا السبب ومنذ وقت مبكر توصل المصريون إلى إيجاد بدائل للجسد المعرض للتلف والتحلل على هيئة تماثيل المتوفي، وجرت العادة على إيداعها في مكان محدد من المقبرة الملكية يطلق عليه اصطلاحا السرداب. إنه بناء تحت الأرض داخل المصطبة أو في بنائها السفلي بشكل عام، ويتصل بالإنشاءات المخصصة للشعائر من خلال فتحة طولية صغيرة عند مستوى وجه الإنسان. وهكذا يستطيع التمثال أو التماثيل الموضوعة في السرداب أن تستفيد من التقدمات. وإذا كان هذا التقليد وقفا على الملوك في بادئ الأمر، إلا أنه سرعان ما انتشر بين الأفراد، وقد تم تجهيز الحيز الملاصق لحجرة الدفن ليصبح سردابا ليسهل وصول القرابين إلى المتوفي. كما وعليه أيضا الاستفادة من القرابين التي تم وضعها في قاع البئر عند إتمام مراسم الدفن. أما الباء فهو أيضا عنصر لا مادي حامل لقوة صاحبه، سواء كان إلها أو من الأموات أو من الأحياء. إنه أشبه بقرين الفرد وله استقلاليته بعيدا عن الجسد، ويصور على شكل طائر ذي رأس بشرية، وهو يغادر الجثمان لحظة الوفاة ليعود إليه بعد إتمام عملية التحنيط. إنه بمثابة ذات ثانية للفرد، ويمكنه أن يتحاور معه، ويترجمه جمهور العلماء بكلمة نفس، وهي ترجمة اصطلاحية غير دقيقة. أما الاسم فهو آخر العناصر الخمسة المكونة للفرد، وكان المصري القديم يعتبره عملية خلق متجددة للفرد، سواء عند ولادته لما قامت أمه باختيار اسمه تعبيرا عن طبيعته وما يرجى له من مستقبل، أو في كل مرة ينطق به. ويدور محور سلوك المصري في مواجهته الموت حول إيمانه الراسخ بقدرة الكلمة الخلاقة. إن تسمية شخص أو شيء يعني بعثه إلى الوجود رغم اختفاء شكله المادي، ومن هنا نشأت ضرورة الإكثار من العلامات الدالة عليه ولتسهيل التعرف عليه. ويجمع الهيكل الجنائزي أو المكان المعد للشعائر بشكل عام أكبر عدد ممكن من المعالم الدالة على صاحبها بأكبر قدر من الوضوح، حتى يمكن للقاء أن يستمتع دون لبس أو غموض بنصيبه من الخيرات، ويلبي كل من النصب الحجري والباب هذا الغرض، ويطلق عليهما اصطلاحا الباب الوهمي الذي لقى رواجا منقطع النظير في مقابر الدولة القديمة، واحتل مركز الصدارة في الهيكل الجنائزي، وإليه كانت تتجه شتى الزخارف الجدارية مع تفاوت عدد الزخارف من هيكل إلى آخر. ويتكون الباب الوهمي إضافة إلى عناصر أخرى من الكورنيش المصري، وهو إفريز محفور يكلل في المعتاد قمة الأبواب والجدران، ويقلد أطراف سعف النخيل العليا، في حين يشكل جريده بعد ربطه بعضه ببعض جدران الأكواخ البدائية، كما نراه اليوم قد تجاوز قمم مونة الجدران التي تحيط بحدائق الريف المصري، نظرا لأن جريد السعف يكون دعامتها الداخلية. ويوجد النصب الحجري بين عتب الباب العلوي وعتبه السفلي، وكقاعدة عامة يدون على العتب الأول فاتحة نص نقل القرابين، فيكرسها الملك لأحد الآلهة الذي يتولى بدوره تقديمها لصاحب الإهداء لينعم بها. يضمن هذا المبدأ استمرار الشعائر الجنائزية من الناحية النظرية حتى بعد اختفاء الأملاك المخصصة للصرف على الانتفاع بالمقبرة،
وإمدادها بالمؤن تحت إشراف كاهن. إن قراءة متن وصف القرابين كان يعتبر كافيا لتجسيدها، فالذي يضمن تسليمها هو استمرار شعائر الإله الذي يتنازل عن جانب منها للمتوفي. بل كان يكفي أن يقرأ هذا المتن من جانب المتوفي أو إحدى التصاوير التي تقوم مقامه، فنقل القرابين هو من وسائل الإبقاء على الالتصاق المتوفي مع لحمة النسيج الكوني. إن التحامه مع العالم العضوي يضمن له استمرار الحياة بعد الموت على غرار استمرار حياة الكون. أما العتب الأسفل فيعدد ألقابه ثم يذكرها في إطناب فوق سطوح عضادتي الباب الوهمي اللتين تكتنفان القوة التي تشكل فتحة الباب، وينقش أحيانا على هذه القوة تصوير يمثل ألقاه بالنقش البارز. أول الأهرامات. يرجع الفضل إلى الملك جيسر في تطوير شكل المقبرة الملكية من المصطبة إلى الهرم، فقد أصبح في إمكاننا بفضل أبحاث جان فيليب لوير أن نتخيل المراحل المتعاقبة التي مر بها الانتقال إلى الشكل الهرمي. فقد شيد جيسر لنفسه في بداية الأمر مقبرة من النوع الكلاسيكي، إذ حفر بئرا كبيرا وصل عمقها إلى 28 متر وتؤدي إلى حجرة دفن من حجر السيانيت. أضيفت إليها العديد من السراديب كمخازن، حيث عثر على الأواني الحجرية التي سبق أن أشرنا إليها. وتنتهي هذه السراديب بجناح جنائزي ازدانت جدرانه بالقيشان الأزرق، وتقلد إحدى هذه الحجرات العمارة النباتية حيث يعيش على ما يفترض كارين الملك المعروف بالكا. وتحاكي حجرة أخرى الصوامع التابعة لدياره. وقد أعاد جان فيليب لوير تركيب أحد السواتر الجدارية عام 1938، ويعتبر هذا الساتر الجداري من أروع مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة. وكان من المفترض أن يغلق البئر بسدادة جرانيتية عقب الانتهاء من المراسم الجنائزية، كما شيدت فوق البئر وملحقاتها كتلة معمارية ضخمة مربعة الأبعاد يبلغ طول كل ضلع من أضلاعها 60 مترا وارتفاعها 8 أمتار. ونظرا لأن جميع الحجرات قد نحتت في البناء السفلي، فإن هذه الكتلة المعمارية قد حشيت بالحجر الغفل وغطيت بكسوة مزدوجة من الحجر الجيري، كما حفر على امتداد الواجهة الشرقية عدد من الآبار الإضافية تفضي إلى حجرات جنائزية جديدة خصصت لبعض أفراد الأسرة المالكة الذين توفوا في تلك الأثناء. ولإخفاء هذه الآبار تم إدخال إضافات إلى المصطبة الأصلية ناحية الشرق. هنا حدث التغيير الجذري الذي غير في من المظهر المعماري الخارجي للبناء، والذي فسره جان فيليب لوير على أنه تعبير عن رغبة ملحة من جانب المهندس المعماري لإبراز المقبرة وإظهارها للمشاهد القصي. فقد كان السور الخارجي للمجموعة الجنائزية يخفي المصطبة البالغ ارتفاعها 8 أمتار، وكمرحلة أولى احاطب المصطبة الأصلية بهرم ذي 4 درجات، ثم عاد إليه ليزيد من ارتفاعه حتى يصل إلى هرم ذي 6 درجات يناهز ارتفاعه نيفا 60 مترا. وقد عاد سخم خت إلى هذا النمط المعماري في سكارة ذاتها، في حين مهدت أهرام زاوية العريان السبيل لتقنيات جديدة
يعتبر هرم سينيفرو في ميدوم من أبرز أمثلتها، وربما تكونت المرحلة الأولى من هرم ميدوم من مصطبة شيد فوقها هرم مدرج صغير، وعند هذا الحد تتوقف أوجه الشبه مع عمائر الأسرة الثالثة، في حين أن أوجه المقارنة مع هرم الأسرة الرابعة الكلاسيكي متعددة. من تخطيط الهرم المربع إلى المدخل الواقع جهة الشمال في صلب البناء الهرمي وتشييد جزء من شبكة التجهيزات الجنائزية في جسم الهرم والجزء الآخر في بنيته السفلى، لقد أضيفت إلى نواة الهرم الأصلية 6 طبقات من الحجر الجيري المحلي إلى جهاته الأربع بزاوية تميل تعادل 75 درجة، فشكلت هرمًا ذا 7 درجات، ثم أضيفت إليه درجة أخيرة، وبعد ذلك كسيت كل درجة من درجاته الثمانية بكساء من الحجر الجيري الناعم المجلوب من محاجر ترى. ولما انتهى البناؤون من أعمالهم ملأوا ما بين الدرجات، ثم كسوا البناء كله من الخارج بالحجر الجيري، فأصبح مظهره الخارجي هرما صحيحا بزاوية ميل قدرها 52 إلى 51 درجة، وطول كل ضلع 32 144 مترا، وارتفاعه 92 مترا. لم يكتفي سنفر بهذه المقبرة، فقد أقدم على محاولة جديدة في دهشور هذه المرة، فأقام الهرم الجنوبي الذي صادفت أعمال تشييده عدة عقبات، فظهرت ضرورة إعادة بناء العناصر المعمارية الداخلية بعد تعديلها وتعديل ميل زاوية الهرم عند منتصف الارتفاع من 54 درجة 31 إلى 43 درجة 31، ولذلك أطلق اصطلاحا على هذا الهرم بشكله المميز الهرم المنبعج أو المنحني. ورغم عيوب هذا الهرم ونواقصه التي نتجت عن ضعف أساساته، إلا أنه ينطوي مع ذلك على تجديد بارز، فقد جرى تثبيت كسوته الخارجية مع كل مدماج مما زاد من متانتها. ومرة أخرى لم يتوقف الملك عند هذا الحد، إذ أقدم على محاولة ثالثة في دهشور أيضا، ولكن إلى الشمال من الموقع السابق، فشيد هرما جديدا أقامه على قاعدة أكثر رسوخا وبزاوية ميل مقدارها 43 درجة 36 شرطة منذ البداية، وظل معبده الجنائزي ناقصا لم يكتمل بناؤه. عنوان مجموعة الجيزة: بلغت عمارة الهرم حد الكمال مع هرم خوفو في الجيزة، حيث وفرت الهضبة أساسا أكثر رسوخا من مثيلتها في دهشور. إنه من أفضل عمائر مصر إتقانا من الناحية الهندسية، ومن بين أهرامات مصر فإنه يترك أكثر من غيره في نفس المشاهد انطباعا بالشموخ والجلال، كما أنه سحر الباب البشر على مر العصور، ومع كل جيل تظهر نظرية جديدة تحاول تفسير كيفية بنائه والغرض منه، وتروي لنا الحجرات والممرات الداخلية الخطوط العريضة لقصة تشييد الهرم. ففي بداية الأمر اتجهت النية إلى إقامة حجرة الدفن في قلب القاعدة التي ينهض فوقها الهرم على غرار أسلوب ميدوم وسكارة، ويصل بينها وبين مدخل الهرم الموجود في جهته الشمالية ممر طويل بزاوية 26 درجة 31 شرطة، ولكن تم التخلي عن هذا المشروع لأسباب مجهولة، واستبدل بحجرة شيدت هذه المرة في بنية الهرم العليا يطلق عليها خطأ حجرة الملكة، ويمكن الوصول إليها من خلال ممر متفرع من الممر الأصلي الهابط. وسقف هذه الحجرة
يتكون من بلاطات على هيئة رقم 8، وتم التخلي أيضا عن هذا التصميم قبل الفراغ من العمل في مسلكي التهوية الذين كان مخططا لهما أن يصل إلى سطحي الهرم الشمالي والجنوبي. وفي صورته النهائية يتكون الهرم من بهو صاعد، هو البهو الكبير الذي يبلغ طوله 48 مترا وعرضه 7 أمتار و40 سنتي وارتفاعه 8 أمتار و50 سنتي. ويمكن أن نطلق على قبو البهو السقف المتدرج ونقطة بدايته عند السرداب الموصل إلى حجرة الدفن، كما أنه يفضي إلى حجرة الدفن الحقيقية، وتبلغ مساحة حجرة الدفن 10 أمتار و50 سنتي طولا من الشرق إلى الغرب، و5 أمتار و25 سنتي أمتارا عرضا من الشمال إلى الجنوب. ويتكون سقفها من 9 بلاطات وزنها الإجمالي 400 طن قائمة على ارتفاع 8 أمتار و80 سنتي من أرضية الحجرة. ويعلو السقف 5 حجرات تفريغ الغرض منها توزيع الضغط، ويتكون سقف الحجرة العلوية منها من بلاطات على هيئة رقم 8، وقد عثر على اسم خوفو مدونا في حجرات تخفيف الضغط هذه. ونظرا لنهب الهرم من العصور القديمة لم يتبقى دليل آخر يشهد على هوية صاحب الهرم واسم مشيده. وتحتوي حجرة الدفن على تابوت مكسورة حافته تتصل بالبهو الكبير من خلال ممر ضيق خصص لإنزال 3 متاريس من الجرانيت الغرض منها حماية الحجرة من أعمال السلب والنهب. إن حصيلت معلوماتنا عن هرم خوفو ضخمة، فقد قام العلماء بدراسته وفحصه باستفاضة ووصفوا كل صغيرة وكبيرة فيه، وقد شيد فوق قاعدة طول ضلعها فوق قاعدة طول ضلعها 230 مترا ويصل إلى درجة عالية من الانتظام حيث لا تتجاوز فروق أطوالها 25 سنتي. وتتجه كل واجهة من واجهاته الأربع صوب إحدى الجهات الأصلية، وزاوية ميل الهرم تعادل 51 درجة 52 شرطة، ويبلغ ارتفاعه 146 متر و59 سنتي. يضاف إليه هريم من الجرانيت على الأغلب كان يكلل قمته على ما يفترض. لم يسجل المصريون سوى النذر اليسير من الأساليب التقنية التي استخدموها عند تشييد ما شيدوه من عمائر، ولكن في الإمكان تصور هذه الأساليب استنادا إلى بعض المناظر والمخلفات الأثرية والدراسة التحليلية للعمائر نفسها، والتي تعتمد في الوقت الراهن على تقنيات غاية في التطور والتعقيد. ورغم ما تتميز به من دقة فائقة، فإنها لا تستغني فيما تصل إليه من نتائج على الاعتماد على التفسيرات المنطقية. وبداية كان يتعين اختيار الموقع المناسب ومن مقوماته أن يقع على مقربة من عاصمة البلاد ومن نهر النيل أيضا، وأن يتوفر في الموقع قاعدة صخرية تتحمل كتلة المباني الضخمة التي ستشيد فوقها، وأن يقع المكان على الضفة الغربية من النهر المخصص تقليديا لمملكة الموتى التي تلامسها أشعة الشمس عند غروبها قبل قيامها برحلتها الليلية. وعلاوة على ذلك ينبغي أن يبتعد الموقع بالقدر الكافي عن مياه الفيضانات التي قد تصل إلى مسافة 300 متر من الهضبة. وبعد اختيار الموقع يتولى العمال تسطيح أرضياته الصخرية تسطيحا دقيقا بلغ حد الكمال بالنسبة لهرم خوفو الذي لا تتجاوز الفروق في سطح أرضيته 18 مليمترا. وقد تم الإبقاء على النواة الصخرية المركزية لتصبح جزءا من المباني توفيرا لمواد البناء من ناحية، وحفاظا على صورة الأكمة الأولية والتي كانت ترتفع في الماضي فوق حجرة الدفن من ناحية أخرى، وتتحدث وجهة الهرم تبعا لاتجاه أضلاعه التي تتجه ناحية الجهات الأصلية الأربع.
ويبدو الأمر واضحا جليا بالنسبة للغرب والشرق، ولكنه يزداد صعوبة بالنسبة للشمال، وينبغي استبعاد احتمال وجود قياس ثابت للنجم القطبي لما قد يترتب عليه من خطأ أكبر من ذلك الذي نلاحظه على أرض الواقع. ومن المحتمل أن المصريين قد اعتمدوا أسلوبا ينطوي على قدر من البساطة، فاستخدموا جهازا أطلقوا عليه مرخت، وهو عبارة عن مسمار مثبت في عمود خشبي يسمح بتحديد الرؤية. فكانوا يسطحون رقعة من التربة ليشكلوا خطا أفقيا مستويا، ويسجلون من خلاله بواسطة المرخت نقطتي شروق وغروب أحد النجوم الثوابت، ربما كان نجما من نجوم مجموعة الدب الأكبر، ويحدد منصف الزاوية التي ترسمها هاتان النقطتان اتجاه الشمال الحقيقي. ثم يبدأ تشييد الهرم، وترتفع المداميك، وتوفر المحاجر المحلية الأحجار الخشنة التي تستخدم عادة في ملء الفراغات الداخلية بمختلف الأحجار الغفل. فقد اكتشف المنقبون في الركن الشمالي من هرم خفرع آثار اقتلاع أحجار من القاعدة الصخرية، وإلى الغرب قليلا على ثكنات تكفي لإيواء ما يناهز 5500 من العمال وعمال المحاجر والحرفيين الملحقين بالجبانة. وقد أقيمت مساكن مشابهة في أزمنة لاحقة في اللاهون ودير المدينة. أما الحجر الجيري الأملس اللازم للكسوة الخارجية، فيتم اقتلاعه من المحاجر القريبة من ترى، ويستخدم حجر الجرانيت الأسواني ككساء للممرات والحجرات الداخلية بشكل عام، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر. أما غير ذلك من الصخور اللازمة لإعداد التوابيت وقطع البلاط والتماثيل وما شابه ذلك، فيتم استخراجه أحيانا من أماكن بعيدة. ومن أمثلة ذلك حجر الديورايت الموجود إلى الغرب من أسوان، تم اقتلاع كتل الحجر وصقلها في المحاجر تمهيدا لنقلها على متن صنادل تبحر بها في موسم الفيضان عندما يرتفع مستوى المياه، فيمكن الاقتراب من مواقع العمل بقدر المستطاع. هذا ما يرويه علينا أوني عندما يتطرق بالحديث عن آخر حملة نظمها بصفته حاكم الوجه القبلي لحساب ميرين رع. لقد وقع على عاتقه تشييد هرم سيده حاكم البلاد، فسافر إلى النوبة لاستخراج تابوت من البازلت إلى جانب عناصر من الجرانيت والألباستر تم استخراجها من أسوان وحتنوب، يقول أوني. وأرسلني صاحب الجلالة إلى إبهيت لإحضار تابوت الأحياء الذي هو رب الحياة بغطائه، والهريم النفيس الجليل المخصص للهرم المبجل المسمى ميرين رع يشرق في كماله. كما أرسلني صاحب الجلالة إلى إليفانتاين لإحضار الباب الوهمي وعتبة الباب والعتب العلوي والمتاريس وكلها من الجرانيت الوردي إلى جانب الأبواب والبلاط، وهي أيضا من الجرانيت الوردي واللازمة للحجرة العلوية لهرم ميرين رع يشرق في كماله. وأبحرت على رأس حملة واحدة من السفن تضم سفنا عريضة وثلاثة صنادل وثلاثة مراكب طولها 80 ذراعا. كما أرسلني صاحب الجلالة إلى حتنوب لإحضار مائدة قرابين ضخمة من الألباستر التي تشتهر به هذه المنطقة، وأبحرت شبالا بهذه المائدة المستخرجة من حتنوب في مدة 17 يوما على نفس الرمث. وقد أعدت له رمثا مصنوعا من خشب الصنت طوله 60 ذراعا وعرضه 30 ذراعا، انتهيت منه في ظرف 17 يوما في الشهر الثالث من الصيف، ولا صوت في سلام في مواجهة هرم ميري إن رع يشرق في كماله رغم انحسار المياه وضحالتها.
كما أرسلني صاحب الجلالة لشق 5 قنوات في صعيد مصر ولصناعة 3 أرماث وأربعة صنادل من خشب الصمت الذي اشتهرت به واوت. وأنجزت كل تلك المهمة في سنة واحدة، فتم تعويم السفن وتحميلها بحجر الجرانيت الوردي اللون بكمية كبيرة من أجل هرم ميرين رع يشرق في كماله. إن موسم الفيضان وارتفاع المياه كان أيضا الموسم الذي تضع الأيدي العاملة نفسها فيه تحت تصرف الملك، وفاء له بحق الصخرة الذي يتمتع به عليهم. ومن نافلة القول أن الفلاحين كانوا يشكلون غالبية الأيدي العاملة في ذلك الزمن. وفي ظروف العمل الموسمي هذه لا تبدو 20 سنة التي قدرها هيرودوت لأعمال التشييد أمرا يتعارض مع المنطق والحقيقة، حتى وإن استغرقت غيرها من الإنشاءات كأهرام سينيفرو وقتا أقل. وعلى النقيض من ذلك، فإن ما يقدمه من أوصاف حول أساليب الرفع تبدو بعيدة كل البعد عن واقع الحال، والأقرب إلى الصواب هو التفسير الذي اقترحه جان فيليب لوير من أن تشييد مدرج أو أكثر من تغيير زاوية انحداره كلما لزم الأمر، فيقام المدرج على واجهة الهرم بزاوية قائمة وكان عرضه كبير عند البداية، ثم يتضاءل كلما ارتفعت المداميج ويتزايد طوله مع احتفاظه بزاوية انحدار تعادل 1:12 لتسمح للزحافات بنقل الكتل الحجرية. وتمتاز هذه النظرية بالبساطة مقارنة مع النظريات الأخرى المنافسة، عوضا على أن مخلفات مدارج المنشآت المشيدة من الطوب اللبن التي وجدت بجوار الصرح الأول لمعبد آمون رع في الكرنك أو في ميدوم الليشت تؤكد المبادئ الأساسية لهذه النظرية. ويتم رفع الكسوة الخارجية مدماجا مدماجا إلى جانب الإنشاءات الداخلية، ثم يتم صقلها بدءا من أعلى وبعد وضع الهريم على قمة البناء. لن يصل هرم آخر إلى ما وصل إليه هرم خوفو من كمال وشموخ وفضل. وفضل جدفرع أن يشيد هرمه في أبو رواش بدلا من الجيزة، كما أن وضعه الراهن المتهدم لا يسمح بعقد مقارنة مفيدة. وعلى العكس من ذلك، نجد أن هرم خفرع ينقل الكثير عن هرم خوفو، ويفعل هرم من كاورا نفس الشيء وإن تناقص حجمه إلى النصف، كما أن إنشاءاته الداخلية الموجودة في البنية السفلية مختلفة اختلافا جذريا، وتحاكي أهرام الأسرتين 5 و 6 المظهر الخارجي لنموذج أهرام الجيزة دون أن تصل أبدا إلى شموخها. ويكمن وجه الخلاف الوحيد في تطور الحجرات الداخلية التي استقر تخطيطها العام على وجه التقريب في عهد أوناس، وفي تطور عناصر المجموعة الجنائزية غير الهرم ذاته. وشيبسيس كاف هو الاستثناء الوحيد، إذ لم يشيد هرما بل مصطبة ضخمة في سقارة الإبلية تعرف اليوم اصطلاحا باسم مصطبة فرعون، وهو عبارة عن بناء ضخم على هيئة تابوت ضخم يناهز طوله 100 متر وعرضه 75 متر وارتفاعه 19 متر. ومن الصعب تفسير هذا الارتداد الواضح إلى تقاليد جنائزية سلفية، ومع ذلك فإنه لم يكن ارتدادا شاملا وعاما. وصحيح أن مصطبة فرعون قد أحيطت بسور مزدوج، إلا أنها احتفظت بالطريق الصاعد الذي يعتبر من ابتكارات الأسرة الرابعة، كما وقع اختيار شيبسيسكاف على نظام الأجنحة الجنائزية التي وصلت إليها الأسرة 6 واحتفظت به فيما بعد، كما شيد ملوكها مقابرهم على مقربة من الملك الذي اعتبروه سلفا لهم. ومهما يكن من أمر، فمن الممكن الافتراض أن هذا الارتداد المعماري يكشف عن المصاعب التي صادفت الانتقال
من الأسرة الرابعة إلى الأسرة الخامسة، نظرا لأن خنتيكاوس والدة ساحورا ونيفرئير كارا التي عرفت أنها كانت زوجة ثانية لشيبسيس كاف قد شيدت هي أيضا مقبرة تشهد على ارتداد سلفي، وإن شيدت بعد وفاة زوجها في الجيزة في المنطقة الواقعة بين الطريقين الصاعدين لهرمي خفرع ومن كاورع. إنها بناية مهجنة تجمع بين المصطبة وبين هرم بطبقتين، ويبلغ ارتفاعها 18 متر فوق مستوى الأرض، وينسب إلى خنتيكاوس أيضا هرم في أبو صير انتهت أعمال تنظيفه حديثا، ويقع جنوبي هرم نيفرئير كارع، وربما كان ارتفاعه أيضا هو نفس ارتفاع مقبرة خنتيكاوس الواقعة في الجيزة. وظل المصريون بعد وفاتها بزمن طويل يقيمون لها الشعائر في معبدها الجنائزي بالجيزة بصفتها من أسلاف الأسرة الخامسة. المجموعة الجنائزية: مع حلول الأسرة الرابعة تغير التنظيم العام للمجموعة الجنائزية، كما ظهرت عناصر جديدة مثل أهرامات الملكات التي لم يلحق بها سوى معبد الشعائر. وفيما عدا هذا فهرم الملكة تابع لمجموعة الملك الهرمية، وقد أقيمت ثلاثة أهرام شرقي هرم خوفو. خصص الهرم الجنوبي منها لدفن الملكة حنوت سن، كما ألحق بهرم من كاورع من الناحية الجنوبية ثلاثة أهرام صغيرة، ويقوم أكبر هذه الأهرام الثلاثة وأكثرها تطرفا جهة الشرق مقام الهرم الذي ينهض بجوار الواجهة الجنوبية لهرم خفرع. إنه الهرم الذي يعرف اصطلاحا بالهرم التابع، الذي كان يخصص لقارين الملك، وظهر أول ما ظهر في هرم ميدوم، ولا يشتمل على تابوت أو منشآت للشعائر، وإن كان له مدخل خاص وهيكل، ويمكن الربط بينه وبين المباني التي شيدت ضمن مجموعة جسر في ملاصقة سورها الجنوبي لاستقبال كا الملك، وتضم مقبرة تذكارية وفقا للأسلوب الثيني التقليدي إلى جانب هيكل للشعائر. ويفترض أن سور مجموعة جسر يحاكي السور الذي كان مقاما حول المقر الملكي كما نشاهده منذ أقدم الأزمنة على هيئة سرخ. وندخل إلى المجموعة الجنائزية قرب الركن الجنوبي الشرقي من خلال الباب الحقيقي الوحيد من بين 14 بابا الموزع على محيط سور المجموعة، ونعبر ممرا ينهض على جانبيه صفان من الأساطين المقناة. يتكون كل صف من 20 اسطوانا، ثم نصل إلى أصغر بهو أساطين، وهو الذي يفضي إلى فناء شاسع يلتزم بالاتجاه الشمالي الجنوبي، ويفصل الهرم عن المقبرة الجنوبية التذكارية، ويؤدي هذا الفناء إلى مجموعة مبان مكرسة لإقامة عيد السد، وتتكون من معبد على شكل حرف تي، ربما كان في واقع الأمر مقصورة انتظار، ومن أفناء أقيم على جانبيه ومن فناء أقيم على جانبيه عددا من الهياكل ومنصة. وقد أعدت هذه المباني ليكرر الملك المتوفي مختلف أطوار عيد اليوبيل، متنقلا من مبنى إلى آخر عبر الأبواب التي شيدت على امتداد الجدران لتصل مفتوحة إلى الأبد. وعند الفراغ من إتمام الشعائر يتبوأ على التوالي عرش بيت الجنوب ثم بيت الشمال، حيث تقدم له رجالات المملكتين ولا الطاعة.
ويشمل القسم الشمالي منشآت خصصت للشعائر الجنائزية بمعنى الكلمة، ومن داخل السرداب كان في إمكان تمثال جسر الموجود حاليا في متحف القاهرة أن يشارك في خدمة التقدمات الجنائزية التي تجري في المعبد الملاصق، وذلك من خلال فتحتين مثقوبتين عند مستوى ارتفاع عيني التمثال. ويختفي أسلوب تنظيم مختلف عناصر المجموعة الجنائزية وتجميعها داخل سور واحد مع حلول الأسرة الرابعة ليحل محله تخطيط أقل تركيزا يتمحور حول نقاط رئيسية ثلاث: الهرم ذاته وملحقاته المباشرة، ثم الطريق الصاعد فمعبد المزار. ويشيد معبد المزار أو معبد الوادي على حافة الأرض المنزرعة، وفيه يجري استقبال المتوفي خلال المراسم الجنائزية، وهي من الناحية النظرية المرسى الذي يرسو عنده المتوفي في نهاية رحلة نهرية تحاكي رحلة الإله في الأمواه السماوية، وقد ظهر أول ما ظهر في هرم سنفرو في ميدوم عندما استبدلت المجموعة الجنائزية التخطيط ذي الاتجاه الشمالي الجنوبي بتخطيط ذي اتجاه شرقي غربي، وإلى جانب أن الاتجاه الجديد يلتزم بالفصل بين عالم الأحياء وعالم الأموات، فإنه يلتزم أيضا بالموقع الحقيقي لكل من الوادي والهضبة الصحراوية. ومعبد المزار نقطة انتقالية في المقام الأول، إذ يفضي باب المدخل إلى فناء محاط بمقاصير تنهض فيها تماثيل شعائر الملك وبمخازن المؤن، وهو إلى جانب ذلك في مكان تطهر واستقبال، ويشبه في جميع جوانبه المدخل إلى منطقة مكرسة لإقامة الشعائر. وخير شاهد على ذلك التماثيل الأربعة للمجموعات الثلاثية التي عثر عليها جورج ريزنر في معبد مينكاورا، والمحفوظة حاليا في المتحف المصري وفي متحف بروكلين، وهي تكرر تمثيل الملك وإلى جانبه الإلهة حتحور من ناحية، ومعبودات أحد أقاليم الصعيد من الناحية الأخرى، وهي على التوالي معبودات الإقليم 18 و15 و17 من أقاليم الصعيد. وكانت هذه التماثيل على ما يعتقد جزءا من مجموعة أكبر تمثل أقاليم البلاد. وكما يتضح من الأمثلة اللاحقة، كانت المعبودات المؤنثة تطلع بمهمة الاستقبال، ومن هذه الأمثلة اللبؤة سخمت التي نشاهدها وهي تردع الملك نيؤوس الرع، كما يرجح أن حتحور قد قامت بهذا الدور أيضا إلى جانب الملك منكاورع، إذ تشير إليها مدونات مجموعة التماثيل الثلاثية بصفتها سيدة الجميزة. فسيدة الجميزة هي في واقع الأمر الإلهة الأم المرتبطة بجبانة طيبة، سواء على هيئة إيزيس أم على هيئة حتحور، كما نشاهدها في وقت لاحق على هيئة شجرة تردع تحتمس الثالث في مقبرته. وإذا أخذنا بهذا التفسير، فبمقدورنا أن ندرك حقيقة وظيفة معبد الوادي بعيدا عن الإطار الضيق الذي حددناه له كمجرد موقع لاستقبال أو التطهر، فهو مكان العودة إلى الحياة. فبعد الفراغ من مراسم الدفن، تبدأ فيه تماثيل الملك في ممارسة الشعائر التي أقيمت لصاحبها خلال عملية التحنيط لتظل تمارسها إلى الأبد. ويمكن النظر إلى تلك الممارسات باعتبارها إرهاصات لمقاصير الماميزي أو بيت الولادة التي أقيمت في المعابد في زمن لاحق، كما أنها مكان العودة إلى الحياة لحظة الانتقال من الحياة إلى الموت. ولا يسمح تصميم معبد الوادي بتأكيد ما ذهب إليه البعض من استخدامه في عمليات التحنيط التي كانت تستغرق 70 يوما حسب رواية هيرودوت،
بل تؤكد العديد من الشواهد تشييد تلك المنشآت خارج نطاق المعبد، وربما كانت مباني مؤقتة غير دائمة. وأيا كان الأمر، يظل معبد الوادي هو نقطة عبور المتوفي إلى الهرم، وينتهي الطريق الصاعد إلى معبد الشعائر، وهو آخر نقطة اتصال بين أرض الأحياء وأرض الأموات. وقد يكون الطريق الصاعد مسقوفا أو مزخرفا على نحو ما نشاهده في الطريق الصاعد إلى هرم أوناس بسقارة، والذي يمتد لمسافة 700 متر، وتشبه المواضيع الزخرفية تلك التي تزين هياكل مقابر الأفراد، ولكن بالمقياس اللائق بالملك، من تصوير لتوريد منتجات الأملاك ومشاهد اقتصادية وتربية الحيوان والقنص والصيد المائي وصور الحياة المائية اليومية، إلى جانب تشييد المعبد وإمداده بالمؤن والمشاهد التي تسجل أهم الأحداث التي وقعت خلال حكم الفرعون. ولا بد أن تلك المشاهد قد ظهرت منذ الأسرة الرابعة، ولكن يستحيل وصفها نظرا لأن الزمن لم يحفظ لنا وثائق لتوضيح الأمر. كما نشاهد نقل الأساطين الجرانيتية التي يسخر بها المعبد من أسوان، ومواكب الأقاليم والسفن العائدة من حملة بابيلوس، والمعارك ضد البدو، وتصاوير فريدة بالنسبة لهذا العصر تمثل جموع الجائعين القاتنين في الصحراء، وفسرها البعض على أنها نذر المجاعة التي ستجتاح البلاد بعد 4 قرون. حتى نهاية الأسرة الثالثة ظل معبد الشعائر ملاصقا لجهة الهرم الشمالية، ولما تغير اتجاه الهرم بدءا من هرم ميدوم ليتفق ومسار الشمس، أصبح ملاصقا لجهة الهرم الشرقية. ويتكون المعبد من قسمين، يشمل القسم الأول ردها تفضي إلى فناء، وأضيف له رواقا بدءا من عهد خوفو، ويطلق على هذا القسم بالتحديد اسم معبد الشعائر. ويضم القسم الثاني المعبد الخاص، حيث توضع التقدمات أمام الباب الوهمي، وتقام تماثيل الملك في هياكل خاصة تنعم فيها بالتقدمات وما يقام لها من شعائر. وقد تقف تماثيل الملك في صحبة بعض أفراد العائلة المالكة على نحو ما نشاهده في تمثال جدي فرع المحفوظ في متحف اللوفر، وتشكل التقدمات الجنائزية والشعائر المكرسة للتماثيل الملكية الوظيفتين الأساسيتين لنشاط المعبد. واعتبارا من ساح ورع ألحقت بمعبد الشعائر بعض المنشآت كالمخازن، وتزايدت أعدادها، وأصبح الحد الفاصل بين معبد الشعائر والمعبد الخاص أكثر وضوحا. وتمحورت الشعائر الملكية في المعبد الخاص حول عيد الست وطقوس التجديد، لا سيما مشاهد الرضاعة الإلهية، ويركز معبد الشعائر على مشاهد القنص والقتال إلى جانب طقوس إبادة الأعداء، كما تبرز صور الملك في علاقاته مع الآلهة مع الاحتفاظ بمكان الصدارة للشعائر الخاصة بالتماثيل. وازدهر عنصر آخر على مقربة مباشرة من الهرم، فظهرت الحفر المخصصة للمراكب المصنوعة من الخشب. ولقد ظهرت هذه المراكب منذ العصر الصيني لتعاون المتوفي في ملاحته في العالم الآخر بصحبة يصحبه فيها الإله رع. وقد عثر المنقبون على 5 حفر موزعة عند سفح وجهي هرم خوفو الشرقي والجنوبي، وتوصلت أعمال التنقيب في إحدى الحفرتين الواقعتين جنوبي الهرم عام 1954 إلى اكتشاف مركب تم إعادة تجميعه في الوقت الراهن ليعرض في المتحف الملاصق للهرم. ولم تكن هذه المراكب تصنع دائما من الخشب، استضم مجموعة أناس ما يشبه مركبين من الحجر المرمم جنوبي الطريق الصاعد.